السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة على قناتكم وصفحتكم صاحب الكرة، وبسم الله والصلاة والسلام على رسول الله والمهاجم العملاق البوركيني. مفاجأة الخطيب لجمهور الأهلي، وكاف يرفض طلب الزمالك بالمشاركة في دوري السوبر الأفريقي بعد استبعاد بيترو أتلتيكو، وقرعة نارية لبطولة دوري السوبر الافريقي. طيب يا صديقي العزيز، واضح ان هي حلقة جامدة باذن الله. استأذنك ما تنساش تعمل لايك للفيديو وشير للفيديو في كل مكان، ما تنساش تشترك في قناة اليوتيوب وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد، وتعمل فولو صفحة الفيسبوك. المهاجم العملاق البوركيني محمد كوناتي. محمد كوناتي او محمد كوناتي مهاجم يعني منتخب بوركينا فاسو، مهاجم طوله 190 سنتي، مهاجم عنده 25 سنة، بيلعب في مركز رأس الحربة الصريح، مهاجم بيلعب في نادي أخبات جروزني الروسي، مهاجم متميز جدا 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 وأرقامه جيدة جدا. يمكن حتى الآن لعب 7 ماتشات، جاب 3 أهداف، معدل جيد يكاد يصل 50%. الموسم اللي فات لعب 24 ماتش، جاب 11 جون وعمل اسيست، يعني تقريبا 12 ماتش و24 شارك فيهم وجاب فيهم اهداف. لو جينا نشوف الموسم اللي قبله كمان، لعب 27 ماتش، جاب 8 اهداف وصنع هدف، يعني اهدافه مقبوله نسبيا وارقامه اكيد اعلى من سوزا بصوره واضحه وصريحه. سعره 2.1 من 10 مليون يورو، يعني مش غالي على النادي الاهلي قوي. هو كان مارسيل كولر كان في دماغه اقرب اثنين، جاكسون موليكا وسوزا. بعد تعثر مفاوضات الاهلي مع جاكسون موليكا، لما الاهلي قال ان هم سقف دفعهم او سقف الفلوس اللي حاطينها عشان يشتروا بيها مهاجم سوبر 2 مليون او 2 مليون ونص، فاذا جاكسون موليكا نادي عايز 10 مليون، هم عايزين 5. نادي الاهلي قال انا ممكن اوصل ل 5 مليون، نادي باوك برضو ايضا اليوناني قال لك ممكن اوصل ل 3 4 مليون. في الاخر موليكا شفناه ما راحش في حته، موليكا زي ما هو ما اتحركش من مكانه، ما راحش باوك، ما جاش الاهلي، ففي صرف نظر عن التعاقد مع موليكا. طبعا انتوا عارفين قصه الراجل اللي كان بيمثل او بيدعي ان هو الوكيل بتاع موليكا، وكل شويه ينزل ستوريهات ويقول لك انا بشكر السيد امير توفيق، بشكر النادي الاهلي على الاحترافيه، بشكر جمهور الاهلي، مش عارف ينتظروا في صفقه مش في صفقه. طلع بعد كده موليكا ونفى تماما ان الوكيل اللاعبين ده هو يمت ليه باي صله، وان هو اصلا مش معاه خالص، وان هو مش وكيله تماما. وقلت لكم في حلقه سابقه ان الراجل ده شكله يعني بيحاول يكسب تعاطف جمهور النادي الاهلي عشان يوصل لعدد مشتركين اكبر، وعشان يوصل لريتش اعلى، او يعني تفاعل على الحساب بتاعه على الانستجرام اعلى، وده فعلا اللي حصل. وطلع راجل ملوش اي علاقه بجاكسون موليكا اصلا. وايضا برضو التعاقد مع سوزا، الموضوع بقى صعب جدا ان الاهلي يتعاقد مع سوزا في هذه الاونه او في الصيف، نظرا لان النادي جيومبوك هيونداي موتورز الكوري الجنوبي اللي بيلعب فيه اللاعب سوزا او المهاجم برازيلي سوزا صاحب ال 30 عام مش عايز يفرط في اللاعب حاليا، ممكن يفرط فيه في يناير، وكده كده سوزا في يناير هيكون لاعب حر، لاعب فري، يقدر النادي الاهلي يتعاقد معاه مجانا ويتعاقد معاه بدون اي مقابل لنادي جيون بوك هيونداي موتورز الكوري الجنوبي. وبنسبه كبيره جدا الاهلي بالفعل بيحاول ان هو ينتهي من الرتوش الاخيره في هذه الصفقه، وفي يناير القادم بنسبه 90% تلاقي سوزا موجود في النادي الاهلي، حتى لو الاهلي جاب مهاجم في الصيف ده ومهاجم قوي وكان متمرس يعني وعاجب النادي الاهلي، الاهلي هيجيب سوزا ويبقى عنده 2 مهاجمين محترفين، وممكن ساعتها الاهلي يضحي باحد لاعبيه المحترفين لو جاله عرض قوي. لاعبين الاهلي المحترفين حتى الان هما رضا سليم واليو ديانج وايضا علي معلول وفي كريستو، ولكن كريستو تحت السن. واحنا فاضل مين كده يا جماعه؟ وبيرسي تاو. كده الاهلي خلاص فضى مكان للمهاجم الجديد، معنى ان القندوسي رحل يبقى الاهلي فضى مكان، يبقى الاهلي مش هينهي الصيف ده غير وهو عنده مهاجم سوبر. يعني يمكن محمد كوناتي كان مارسيل كولر شايفه مقترح تاني بعد سوزا وجاكسون موليكا، وده انا كان وجهه نظري، لكن انا وجهه نظري ان لا، محمد كوناتي يبقى مقترح اول بجوار جاكسون موليكا، وسوزا هو اللي يكون تاني.
ففي كلام قوي جدا ان الاهلي يقترب من التعاقد مع محمد كوناتي. عايز اقول لك ان محمد كوناتي اصلا في يناير القادم هيتباع فري، وهو سعره دلوقتي 2.1 من 10 مليون، فاكيد نادي اخماد جورونزي الروسي لما يجي يبيعه هيبيع باقي عقده، مش هيبيعه ب2.1 من 10. يعني ممكن الاهلي يخلصه بمليون ونص يورو ويجيب محمد كوناتي، لاعب 25 سنه، 190 سم طول، مهاجم صريح بيلعب بقدمه اليمنى، ارقامه جيده نسبيا افضل من سوزا بمراحل، ويعني لاعب متميز وهيفيد النادي الاهلي. وزي ما كولر عايز لاعب هديد، لاعب بيقدر يلعب ضربات راس ولاعب هداف، هيكون اضافه قويه جدا لمارسيل كولر بعد كمان ما اشترى معدات تقوي الهجوم بالنسبه للمهاجمين وتخليهم يقدروا ان هم يلعبوا ضربات راس بصوره افضل بكتير جدا في حاله الكرات القطريه او العرضيه. طبعا انتوا عارفين ان الاتحاد الانجولي استبعد بترو اتلتيكو لمدة عامين من المشاركة في اي بطولة محلية تحت مسمى او تحت تنظيم الاتحاد الانجولي لكرة القدم، نظرا للتلاعب وقصة كده، وهم ونادي تاني، وايقاف للمدير الفني لبترو اتلتيكو 4 سنين، وايقاف للاعب جوه سنة، وقصة كده كبيرة جدا. ولكن حتى الان الاتحاد الانجولي لم يقم باخطار الكاف باستبعاد بترو اتلتيكو رسميا، ولذلك قرعة دوري السوبر الافريقي التي اقيمت منذ قليل كان يوجد بها نادي بترو اتلتيكو، وتم سحب القرعة في وجود بترو اتلتيكو، ويعني محدش اتكلم عن استبعاد تماما من لنادي بترو اتلتيكو من هذه البطوله، والقرعه اتعملت عادي جدا ومفيش اي مشكله ولا في اي حاجه. طيب ايه اللي هيحصل وايه اللي هيجرى؟ كلام كتير ان ممكن الزمالك يكون موجود مكان نادي بترو اتلتيكو، ولكن اللي عايز اقوله لك ان في ايضا تكهنات ان الزمالك في موضوع، هو الزمالك لسه ما تقدمش طلب رسمي، ولكن في موضوع تقدمه بطلب رسمي سيتم رفضه رفض قاطع ان هو يشارك مكان بترو اتلتيكو، لان في انديه تانية ممكن اللي هي تشارك مكانه. وفي كلام اخر ان بترو اتلتيكو يشارك في البطوله دي لكن مش هيشارك في البطولات المحليه عنده، ويتم ايقافه عادي، لكن البطوله دي عشان تم تنظيمها وعشان الرعاة وعشان الفلوس اللي هتصرف عليها مش هينفع اي نادي يمشي منها واي نادي ينسحب حاليا. والقرعة كانت نارية جدا جدا واسفرت عن مواجهة النادي الاهلي، نادي سيمبا التنزاني اللي بيلعب فيه طبعا ميكيسوني لاعب الاهلي السابق، الاهلي وسيمبا التنزاني يوم 20/10، والعوده يوم 24/10 ستكون في القاهره، والفائز من النادي الاهلي وسيمبا سيواجه سان داونز او بترو اتلتيكو، الفائز من سان داونز او بترو اتلتيكو. المباراه الاولى يوم 21 في انجولا، والثانيه يوم 24 في جنوب افريقيا. الاهلي لو كسب وسان داونز لو كسبوا هيقابلوا بعض يوم 29/10، وبعد كده 1/11 هيكون العوده في مصر. والناحيه الثانيه الوداد هيلعب انيمبا، الذهاب هيكون يوم 21 والعودة 25. بعد كده مازيمبي والترجي، الذهاب 21 والعودة 25، والنهائي سيكون يوم 5/11 والعودة يوم 11/11. نتمنى التوفيق للنادي الأهلي ولكل الأندية العربية. كان مع أخوك عمرو عاطف في قناة صفحة صاحب الكورة، أشوفك إن شاء الله في فيديو جديد. سلام عليكم.